بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. روت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام الكثير والكثير الطيب، ومرويات ستنا عائشة منثورة في كتب الحديث المختلفة. واللي بيدقق النظر ويتفحص كتب الحديث المختلفة زي الصحاح والمسانيد والسنن والجوامع بيلحظ كثرة رواياتها وتنوع تلك الروايات، وإن مروياتها طرقت معظم أبواب الأحكام، وإن غلب على المرويات اللي روتها أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها طابع الأفعال على الأقوال. يعني إيه؟ يعني زي مثلا كما كانت تروي أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، فتقول أنه كان صلى الله عليه وسلم يتهجد من الليل حتى تتفطر قدماه، تتفتر قدماه موضحها رواية تانية حتى ترم قدماه. فقالت له أمنا السيدة عائشة لما وجدت النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقوم الليل، يقوم الليل وهو بيجتهد في ذلك اجتهادا حتى ترم قدم النبي عليه الصلاة والسلام، فتقول له أمنا السيدة عائشة: يا رسول الله، لما تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيجيبها النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. يعني تعلمنا من هذه الرواية، ده مضمون من ضمن المضامين الكثيرة اللي روتها أمنا السيدة عائشة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المروية تعلمنا، هذه الرواية الشريفة، إنه من عظمت عليه نعم الله وجب عليه إنه يتلقى النعم العظيمة اللي ربنا ادهاله دي بعظيم الشكر، لا سيما طبعا أنبياء الله سبحانه وتعالى وصفوة اللي هم صفوة الخلق، وكذلك الأمثل فالأمثل هكذا اللي ربنا سبحانه وتعالى ميزهم بعطاءات واختارهم لمهمات كبرى.
مهمات كبرى. والحقيقة إنه خشية العباد لله بتكون على قدر علمهم به جل جلاله. فمعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا، يعني إزاي أنا لا أشكر المولى سبحانه وتعالى وهو سبحانه وتعالى أنعم علي وخصني بخيري الدارين. يعني هذا الحديث في هذه المروية اللي روتها لنا أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها من رصدها لفعل سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتعليقها كمان تتكلم وتسأل النبي عليه الصلاة والسلام لتتعلم وتعلم. في هذا الحديث فيه الحث على مقابلة نعم الله عز وجل بمزيد من الاجتهاد في العبادة. كذلك لأمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لها مرويات تناولت أحاديث تتعلق بأبواب كثيرة، يعني بأبواب الإيمان، الوحي، العلم، التفسير، أدب قضاء الحاجة، مرويات كثيرة في الوضوء والغسل في يوم الجمعة وفي الجنابة. يعني مثلا في الجنابة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه. شوف الستين عائشة هنا بتوصف السنة الفعلية، وده الغالب على مرويات أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فبتصف غسل الجنابة ليتعلم المسلمون ويهتدوا ويقتدوا بفعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، يغسل إيديه الأول، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. يبقى أول حاجة في غسل الجنابة كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم غسل اليدين، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، وبعدين يدخل أصابعه في الماء، وبعدين يخلل بها أصول شعره، يعني يدعك بالمية فروة رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثلاث غرفات كده بالمية ثلاث مرات على رأسه، ثم يفيض الماء على جلده كله أو على جسمه كله. دي من ضمن مرويات أمنا السيدة عائشة في باب الجنابة وكيف تكون الطهارة. كذلك لأمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها مرويات بمسائل في الحيض ومسائل في الاستحاضة، وكذلك تناولت المرويات اللي هي روتها أحاديث في التيمم، ده من ضمنهم حتى لو بتتعلق بسبب نزول آية التيمم، وهي ستين عائشة صاحبة القصة. فكما أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، هي هتحكي لنا القصة اللي حصلت ليهم ونزلت يعني حل لهذه المسألة اللي هي كانت بطلة هذه القصة بحكم التيمم. ستنا عائشة بتروي بتقول إنها يعني كانت استعارت من أسماء من أختها قلادة، عقدة كده، فهلكت ضاعت، فأرسل، وهم كانوا في الوقت ده مسافرين، هي كانت مع النبي ومجموعة كانوا مسافرين مع النبي في سفرة في إلى البيداء، وبعدين فأرسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معرف أن القلادة دي راحت، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها. يعني هم تأخروا عن التحرك بتاعهم، ليه؟ بيدوروا على العقد بتاع ستنا عائشة اللي هي كانت خدته من ستنا أسماء. فهم بيدوروا على هذا تلك القلادة أدركتهم الصلاة، جه وقت الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، إحنا تأخرنا وإحنا ما معناش مية، فنزلت آية التيمم. وقال أسيد بن خضير بيقول لأمنا السيدة عائشة جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. شوف تقديرهم لأمهم السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. الحقيقة أنه في هذا الحديث اللي بترويه أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها إنهم خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره، حتى إذا كانوا بالبيداء أو بذات الجيش، دول موضعين يعتبروا كده بعد ذي الحليفة بين مكة والمدينة،
وهم موجودين بالمكان ده انقطع عقد لأمنا عائشة، اللي رواية الإمام مسلم المسندة إلى أمنا السيدة عائشة قالت إنه القلادة دي كانت بتاعة ستنا أسماء فضاعت. فنزل سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هناك وأقاموا في هذا المكان عشان يدوروا فين العقد ده، ووصف العقد ده إنه كان الخرز بتاعه من أنواع من الحاجات اللي بياخدوها من على شاطئ البحر، كان عقد يماني يعني يبدو أنه حاجة ثمينة قيمة. فبدأوا يدوروا على هذه القلادة ونزل الناس معه، ولم يكن معهم في الوقت ده ماء، ولم يكونوا هم على وضوء، ولا يوجد حتى في المكان اللي هم فيه ده مية إن هم يجددوا الطهارة بتاعتهم أو الوضوء. فالناس بقى بدأوا ييجوا للنبي عليه الصلاة والسلام، وبدأوا ييجوا الأول لأبوها لسيدنا أبو بكر الصديق ويشتكوا له ما صنعت ابنته عائشة رضي الله عنها بهم، لأن هي كانت السبب في إقامتهم بذلك المكان على غير ماء. وفي رواية الصحيحين حتى بتقول فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم شايفين إن السبب في تعطيل إن هم يتحركوا بالقوافل بتاعتهم البحث عن قلادة عائشة المفقودة. فاللي راح اشتكى لرسول الله، واللي راح اشتكى لسيدنا أبو بكر الصديق، فسيدنا أبو بكر ضايق جدا ودخل على سيدنا أبو بكر الصديق على ستنا عائشة ليعاتبها ويأنبها كمان، وقال لها حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس بتأخيرهم عن السفر. وجعل رضي الله تعالى عنها من كتر ما هو متضايق يطعن رضي الله عنه برؤوس أصابعه في خاصرتها، أنت السبب أخرتينا، القوم كلهم قاعدين منتظرين عشان يدوروا على القلادة بتاعتك. وهو بيتعامل كده كان بالراحة لأنه دخل عليها وكان عندها سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني كان نايم شوية حتى لا يشعر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيعني ينغزها كده في جنبها الخاصرة، هي وسط الإنسان مما يلي الظهر. فنزل الفرج، وأنزل الله تعالى بعد ذلك آية التيمم اللي هي في سورة المائدة، وهي قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وكان هذا الحكم تخفيف وتيسير على المسلمين، مش في حدود الواقعة دي بس، لا في كل ما تحصل لهم هذه أن يفقدوا الماء أو ما يكون في تعثر في استعمال أو حرج في استعمال الماء. وأصبحت رخصة، هذه رخصة التيمم إذا فقدوا الماء، وبينت الآية الكريمة كيف التيمم أو كيف يكون التيمم، وطبقها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، وهي ضربة واحدة على الصعيد الطاهر، ضربة واحدة ثم يمسح به يمسح الوجه والكفين، ولا مانع من ضربتين، يعني هو النبي فعل ضربة ولكن ولا مانع من ضربتين لما ورد عن الإمام الطبراني والبيهقي والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. طيب في الوقعة دي لما حصلت، واكب نزول الوقعة دي حكم المولى سبحانه وتعالى بنزول آية التيمم، كل ده المسلمين ألفوه وعملوا منه السنة؟ يعني الموقف ده اللي هي يعتبر كأنه أسباب، ده سبب للنزول، وأسباب النزول هي وقائع حصلت في حياة المسلمين، واكب معها نزول الآيات اللي هي الحلول، كأنه عشان توضح المعاني للمسلمين لهذا الرعيل الأول، وينتقل هذا العلم إلينا قد فهمته النفوس وفهمته العقول وعاشته النفوس وطبقته كذلك. كل الوقائع دي كانت من تأليف المسلمين، زي ما المستشرقين بيقولوا إنه تم تأليفها من القرن الثاني والثالث الهجري، وبيردد مثل هذا الكلام الحمقى اللي هم لم يدرسوا شيئا ولم يعرفوا شيئا في أصول هذه العلوم والمعارف، وبعدين يتكلموا بهذه الخفة في عدم توثيق المعلومة وفهم هذه العلوم، ده شيء من التجني على
هذا العلم الشريف هم عاشوا الواقعة دي، وأمنا السيدة عائشة بترويها وجت روايتها من بتوصيفات كثيرة. يعني مثلا هنا قال أسيد بن حضير رضي الله عنه، فبيقول بيعلق على الموقف اللي حصل، لأنه التأخير ده كله كان عشان يبان أنه ممكن الإنسان يتعرض أنه ما يعرفش، ما يجدش ماء، ما يكونش على طهارة، ما يكونش خد معاه مية، ما يجدش ماء في المكان اللي فيه. كل الصور دي وارد في حياة الناس أنها ممكن تحصل، فحصل الموقف ده عشان يبلور الاحتياج البشري اللي ممكن يتعرض له الإنسان وهو عايز يتطهر لإتمام العبادة، فيأتي الله باليسر. فلما يأتي الله باليسر وهو مواكب لحادثة وموقف حصل، بيكون أعمق وأثبت في النفوس. هكذا يعلم الله سبحانه وتعالى المؤمنين والمؤمنات. شوف الصحابي أسد بن حضير بيقول رضي الله عنه: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، فإن بركاتكم كثيرة وهذه إحداها. يعني مش ده بركاتكم كثيرة، يعني بركة أن يضيع عقد وقلادة عائشة عشان تدور عليها فينتظر النبي ويبحث عنها ويبعث في البحث عنها فيتأخروا ويأتي عليهم وقت الصلاة وما يعرفوش يصلوا إلا وما بيقوش عارفين يعملوا إيه، فأغلبهم صلى بغير وضوء، ويأتي الفرج الإلهي بنزول هذه الرخصة عند انعدام الماء أو عند صعوبة استعماله أو عند فقد الماء، وتبقى هذه الرخصة الطيبة رعاية إلهية لهذا الكائن الإنساني، لأنه بيتعرض ابن الأغيار ده بيتعرض لأشياء كثيرة في الحياة. الله سبحانه وتعالى ييسر له من الأحكام ما يستطيع بها أنه يقدر يمارس العبادة في كل وقت وحين. المهم أن يبقى فيه فهم ويبقى فيه استجابة للأمر الرباني. وبعدين بعد ما حصل الموقف ده أخبرت أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها، ما هي بتحكي لنا اللي حصل، بتروي القصة، إنهم بعد كده بعد ما هم أقاموا جمل السيدة عائشة، خلوا الجمل يقف، وجدوا العقد الضائع تحته، وكأن الله سبحانه وتعالى أخرهم في هذا المكان وأقامهم في هذا الموضع لينزل عليهم هذا الحكم بالتخفيف والتيسير، فتنزل آية التيمم. الحقيقة إنه في هذا الحديث الشريف اللي روته أم المؤمنين محدثة بيت النبوة ستنا عائشة رضي الله تعالى عنها، بل لنا في هذا الحديث مشروعية التيمم وسبب مشروعية التيمم. يبقى جاء تفصيل حتى مع نزول الآية، فكل ده يساعد على فهم الحكم الشرعي. وكذا بيظهر من الحديث الشريف فضيلة أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وتكرر البركة منها ومقامها العظيم فيما جمعته وحفظته من علم وميراث النبوة. لكن هذا للأسف هذا الحق الواضح ينكره ويكذبه أدعياء العلم. وصدق الله تعالى العظيم القائل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا
أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أون، مرحبا بالجميع. سريعا ننوه إلى الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع دكتورة نادية عمارة، ده اسم صفحتنا. بنذكر حضراتكم بمواعيد لقائنا، احنا بنلتقي وإياكم من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية. من السبت إلى الثلاثاء بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لصور القرآن الكريم، وبناخد أسئلة حضرتكم على الهواء مباشرة قدر الطاقة، بنحاول نجاوب على أغلبها في ذات الحلقة. يوم الأربع هو المخصص للرد على الأسئلة الخاصة بحضراتكم اللي بنكون في شريف استقبالها على صفحتنا، وبتكون الأجوبة يعني بنوع من الساعة، يعني بناخد وقتنا في الرد على الأسئلة بتاعت حضراتكم. وبنعرض كمان يوم الأربع كتابنا، كتاب قلوب عامرة، الكتاب اللي كان بيتزع في شهر رمضان المبارك يوميا، بيتوزع خلال العام في حلقة يوم الأربع، بنعرض فقرة كل أربع، بنعرض الفقرة اللي عليها الدور، وهكذا بترتيب القراءة المعهود. ناخد من معنا الست أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. زي حضرتك يا دكتورة. أهلا وسهلا ست أم محمد. أهلا بيك يا ست الكل. بقول لحضرتك يا دكتورة، أنا عندي محمد ابني سن 16 سنة. كان ربنا هديه، ما كانش في أي حاجة، وكان ربنا هديه وكان بيصلي وكان طوع، وكان يعني مش قادرة أقول لحضرتك، كان يعني مش كنت بفتخر بيه في كل حتة. دلوقتي بقى يعني بيتطول عليا بالغلط، بيتطول على أبوه بالغلط، الصلاة منعه. أنا مش عارفة أعمل إيه. طيب ما فيش حاجة جد. أنا بقرأ القرآن بنية إن ربنا يهديه. بقوم في نص الليل اصلي وادعي له بنيه ان ربنا يهديه. انا بقالي 25 سنه دلوقتي بشتغل عليه. كبرت بنات وجوزتهم. هل حصل حاجه في البيت خليته هو يتقلب كده؟ يعني مشاكل في البيت او حاجه؟ ما حصلش حاجه خالص، كان حلو معانا. طيب ممكن تكون اصحاب سوء. ولا اي حاجه دكتوره، فجأة كده. فجأة من غير أصدقاء، من غير أصدقاء سوء، من غير حاجة، إحنا أكلنا حلال، شربنا حلال، الحمد لله. والله يا دكتورة أنا 25 سنة بشتغل عليهم، ما قبلت جنيه حرام. 25 سنة بتقي الله. ووالدهم والحمد لله والدهم منفصل عنهم. والحمد لله ما بقبلش جنيه حرام. طيب الوالد منفصل عنكم، بيتواصل معاهم ولا لا؟ بيتواصل مع محمد ولا لا؟ بيتواصل معاه، وبرضه لسانه بيتجرأ بالغلط برضه على ابوه. ولدرجه اول امبارح بكلمه زقني في صدري، كان هيوقعني. انا مش عارفه اتعامل معاه ازاي يا دكتوره. فبالله عليكي بالله عليكي، انا بحلفك بالله ادعي له. حاضر. كل اللي بيشوف حضرتك يأمن وراكي ان ربنا يهديه. ربنا يهديه، وبرضه نبحث عن الاسباب يا ست ام محمد. استاذ هشام. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا. كنت عايز اسال حضرتك بس سؤال لو سمحت. اتفضل يا فندم. انا عليا نذر، كنت يعني معاهد ان انا ربنا رزقني بالحاجه دي، ان انا كان عندي ثلاث بنات. تمام، وربنا رزقني بولد في ان انا هذبح له ذبيحه او ضحيه تكلفتها من 35 ل 40,000. تمام؟ فالحمد لله ربنا رزقني بيه. فانا دلوقتي حضرتك يعني انا عايز يعني بقول انا الفلوس موجوده هذبح حقيقي يعني عشان اوفي الندم. فانا بقول فيه مسجد جنبنا في القريه بينبني، فيجوز ان انا احط الفلوس ده في المسجد؟ تغير جهه الندر يعني. يعني اغيره حضرتك ولا يبقى عليها وزر لازم اوفي، ولا اطلع منه جزء للمسجد؟ مش حاضر عارف يعني. حاضر حاضر، شكرا. سؤال تاني حضرتك. اتفضل اتفضل.
بالنسبه للصلاه مثلا لو صلاه العصر مثلا انا دخلت ورا الامام بعد مثلا الركعه الاولى، فانا طبعا عليا ركعه بعد الامام ما بسلم، انا فاضل لي ركعه، فانا اقرا الفاتحه وقصار السور او اللي هي يعني قصار السور ولا الفاتحه بس واكمل ركعتين؟ انت قصد حضرتك الامام مثلا انت مسبوق في الصلاه، فالامام انت دخلت ما لم تتمكن انك تلحق الركعه الاولى، فدخلت في الركعة الثانية، هتبقى عليك ركعة، فأنت بتقول الركعة اللي عليا دي لما أجيبها عند فراغ الإمام من الصلاة وإنك هتقوم وتكمل الركعة اللي ناقصالك، بتقول إنك تقرأ فيها فاتحة الكتاب وسورة قصيرة ولا إيه؟ ده سؤال حضرتك. تمام، أنا فاهمة صح. تمام، شكرا شكرا أستاذ هاني. شكرا. معنا أستاذة سهير. ايوه يا دكتوره، السلام أهلا عليكم. اهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمه الله. الله خيرا عننا والله. اللهم امين يا رب. اللهم امين يا فندم. كنت عاوزه سؤالي عن صلاه الصبح. يعني انا صلاه الصبح غير صلاه الفجر، يعني انا بس هقول لك انا بعمل ايه وشوفي صح ولا غلط. يعني باجي اصلي اقول ايه، بقيت اصلي ركعتين صلاه الفجر سنه صلاه الصبح، وبعدين اصلي ركعتين تاني لصلاه الصبح، كده صح ولا غلط؟ انت اللبسه عند حضرتك في المسميات يعني؟ لا يعني انا بس بصلي ركعتين. ايوه كفجر، وبعديهم اقول ركعتين لصلاه الصبح، هل ده في فرق بين بعد صلاه الفجر بعديها على طول مباشره؟ حاضر. يعني اصلي ركعتين فجر وبعدين اقول ركعتين صلاه الفجر سنه صلاه الصبح، وبعدين اصلي ركعتين للصبح، هل ده صح ولا انا ماشيه غلط؟ حاضر حاضر يا ست سهير. في حاجه تانية؟ لا يا حبيبتي، شكرا جزيلا. شكرا. معانا ست ام احمد. السلام عليكم يا دكتوره نادية. عليكم السلام ورحمه الله تعالى. انت وحشاني جدا جدا جدا، وحشني صوتك. بسال حضرتك عن صلاه التسبيح. ايوه. وشكرا للاخ اللي استقبل مني السؤال. شكرا. ربنا يخليكي، اهلا وسهلا بيك. صلاه التسابيح. ايوه ايوه، اللي بقوله وانا قايمه. ايوه بعد الفتحه والسوره. ايوه، واللي بقوله في الركوع واللي بقوله في السجود. انت عايزه انا عارفه انها الركعه 75 75 صحيح. فانا عايزه اشوف، عايزه ترجعي امتى بقول موضع التسبيحات في كل ركعه، وكام في كل وضع، وحضرتك كم مره في العمر. حاضر، هقدر لك الخير. شكرا جدا لحضرتك. شكرا. هنسيب حضراتكم مع الفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله نبدا في الرد على اسئله حضراتكم باذن الله تعالى. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام. ست ام احمد ابنها 16 سنه بتقول هو كان بيصلي وكان كويس، وبعدين فجاه لقيت ان هو طريقته في التعامل معاها ومع والده، هو طبعا الاب والام منفصلين، فبتقول الطريقه اتغيرت جدا وبقى يعاملنا بطريقه وحشه، ممكن يحصل تدافع بالايدين وحاجات كده. فهي طلبت ان احنا ندعي له، واحنا ان شاء الله باذن الله ندعي له كلنا نحن وحضراتكم، ما ننساش ست ام احمد في الدعاء لابنها. بس برضو نصيحة إنه إحنا ندور على الأسباب الحقيقية اللي خلت محمد يبقى كده. هل مسألة انفصالكم جزء منها؟ هل في نوع من الخلافات حصلت؟ هل المسألة دي تعباه أو مضايقاه؟ ربما أحتاج إن أنا ألجأ لطبيب متخصص في تعديل السلوك ومن الخبراء النفسيين وغيرهم. وما بنقول ده نسعى ونسأل يكون حد كويس ثقة ان احنا ناخد رأيه، ليه الابن التحول ده فجأة؟ ولازم نراجع تصرفاتنا برضو، احنا بنسعى نبحث عن حد يساعدنا، وفي نفس الوقت احنا بندعو الله سبحانه وتعالى ونتوجه الى الله سبحانه وتعالى بصلاح الحال، ودايما نقول ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، وان اعمل صالحا ترضاه، واصلح لي في ذريتي، أصلح لي في ذريتي. ومن المجربات أنه كانت بتقرأ هذه الآية 15 مرة، إذا أنا قريتها يعني الإنسان بقى يكثر من قراءتها ويدعو الله سبحانه وتعالى بصلاح الذرية،
ده شيء ضروري، احنا بنحتاج المعونه والمدد من الله سبحانه وتعالى. بنسعى للاخذ بالاسباب، اذا كان هناك خبير نفسي كويس يقعد مع ابننا او يقعد مع حضرتك يسمعك او مع والده، او حد يكون بيقدر يتكلم معاه فيسمعه، هو هيتكلم معاه بأريحية. كل ده أنا باخد بالسبب وبدعو الله سبحانه وتعالى أخذهم بالسبب، وتمام التوجه إلى الله سبحانه وتعالى عين العبادة من العبد لمولاه سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرده إليكما ردا جميلا. الأستاذ هشام بيسأل على أنه عمل ندر، وأن الندر ده هو كان حيوجهه فقراء، فهو بعد كده عايز بيقول ان انا عايز يوديه لمسجد لبناء مسجد. سيدي الفاضل، يعني الخروج من الندر اللي المفترض ان انا الاصل بتاعي دلوقتي في هذا الحكم ان انا افي بهذا الندر زي ما حضرتك قلت، ولو حضرتك حبيت انك التعديل يبقى يلزمك كفارة يمين ثم تغير بعد ذلك الى ما تشاء يا اخي الفاضل. بالنسبة للسؤال الثاني، صلاة العصر، إن حضرتك بتقول كنت بتصلي صلاة العصر ورا الإمام ففاتتك أول ركعة، وبعدين بتقول إن أنا لما أجي أجيب الركعة اللي ناقصالي دي هل أقرأ ما أقرأ في سورة الفاتحة وسورة قصيرة؟ طبعا أنت بالنسبة لك لما بتيجي يعني ما يفعل اللي هو المسبوق، يعني المسبوق أو المأموم اللي هو المأموم اللي ليه إمام هو بيأتم بيه، والمسبوق في صلاتي يعني الإمام سبقه بركعة أو بركعتين، فده معنى المسبوق. طب هتجعل التانية بالنسبة للإمام هي بالنسبة للمسبوق الأولى، أنت فاتتك الركعة الأولى والإمام دلوقتي بيصلي التانية وانت دخلت الصلاة في الركعة التانية للإمام، فسبقك الإمام بركعة، فتصبح الركعة الثانية اللي فيها الإمام وهو يصلي بالمصلين هي بالنسبة لك انت الأولى. أصنع فيها ما أصنع في الركعة الأولى وهي قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم. بالنسبة للأستاذة سهير بتقول إنها بتصلي صلاة الفجر وبعد كده بعدها تقول بصلي حاجة اسمها سنة الصبح بعد صلاة الفجر، وهل اللي أنا بعمله يعني هقول لحضرتك بالراحة حضرتك هتعملي إيه؟ أنا بصلي بيرفع أذان الفجر وأنا ببتدي أصلي سنة الفجر. الصبح الفجر الصبح كلمتين بمعنى واحد، يعني الفجر هو الصبح والصبح هو الفجر، ما فيش فرق بينهم يا صاحبة السؤال. بصلي اللي بتوضى وبعدين أصلي السنة بتاعة الفجر وبعدين أصلي ركعتي الفجر، ما صليش حاجة بعده. سنة الفجر بصليها قبل فرض الفجر وبعد كده هي سنة راتبة قبلية، وبعد كده أصلي الفرض اللي علي. دي اسمها صلاة الصبح، ودي اسمها ده الفجر هو الصبح والصبح هو الفجر، عشان بس ما الناس ما تلخبطش نفسها وحضرتك برضو ما تحسيش باللخبطه. الست الفاضله ام امل بتسال عن صلاه التسبيح وموضع التسبيحات، يعني امتى بنقول التسبيحات وكم عددها ولازم اصليها كل قد ايه. هقول صلاه التسبيح بهدوء كده وبالراحه مع بعض، احنا بنصلي اربع ركعات، في كل ركعة من الركعات الأربعة في صلاة التسابيح بنقرأ فاتحة الكتاب وسورة، أي سورة يعني أنتوا تختاروها. يبقى هم أربع ركعات، في كل ركعة من الأربعة أقرأ فاتحة الكتاب وأي سورة أنا أختارها، تمام؟ طيب أنا هو في أول ركعة، بعد ما أنا بعد القراءة مباشرة وقبل الركوع بقول وأنا قائم التسبيحات دي: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. أول مرة هقولها 15 مرة، بعد ما خلصت القراية أقول التسبيحات دي 15 مرة، وبعدين أركع، وبعد التسبيح المعتاد اللي احنا بنقوله في الركوع بعد ما خلصه أقول 10 مرات: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، 10 مرات.
وبعدين لما ارفع راسي من الركوع اقول سمع الله لمن حمده، عادي زي ما احنا بنقول، وبعدين اقول وانا واقف كده سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 10 مرات، وبعد كده نهوي الى السجود، وبعد التسبيح المعتاد اللي احنا بنقوله في السجود بعد ما نخلصه نقول 10 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أقولهم 10 مرات، وبرفع راسي من السجود، يعني بعد طبعا الدعاء المعتاد اللي احنا بنقوله اللهم اغفر لي وارحمني وعافني إلى نهاية الدعاء، أو أي دعاء أنت حافظه بين السجدتين بتقوله، بعد ما برفع راسي من أول سجود أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أقوله 10 مرات، وبعدين نسجد، وبعد التسبيحات المعتادة اللي بنقولها أثناء السجود نقول 10 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أقولهم 10 مرات، ولما أرفع رأسي من السجود بجلس شوية، بنجلس كده من سنة القرفصاء يعني في استراحة خفيفة ما بين السجود والقيام للركعة الثانية، بقعد شوية كده وأقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أقولها 10 مرات، مجموع اللي عملته ده في الركعة الواحدة 75 مرة، 75 تسبيح، 75 مرة في كل ركعة، وبعمل نفس اللي احنا شرحناه ده في بعمله 4 مرات، يعني في الركعات الأربع في كل ركعة بنعمل كده، يكون مجموع التسبيح كان كام؟ 300 تسبيحة، وهذه هي طريقة صلاة التسابيح. طيب أنا أصليها قد إيه؟ يعني من السنة يعني الإنسان على الأقل على الأقل إن يصليها في العمر مرة، ولكن يفضل إحنا بنقول على الأقل ده، لكن الإنسان يفضل إنه مثلا يصليها في الأوقات الفاضلة والشريفة، يعني مثلا في شهر رمضان العشر الأواخر إذا ربنا وفقه لإحياء ليلة القدر، في يوم عرفة، في العشر بتوع ذي الحجة، في الأشهر الحرم الأربعة، كل دي أوقات وأيام، يوم الجمعة من الزمان الشريف والأوقات الشريفة، إذا الإنسان قدر إنه يصليها يفعل الإنسان الخير قدر استطاعته، ينوي هذا الفعل دائما ويسأل الله التيسير على القيام بذلك، ويسأل الله مدد العون بإنه يعان فيقدر يأتي بهذا الذكر المبارك، وعلى الله سبحانه وتعالى التيسير والقبول. ربنا يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في الأولين، وصل وسلم عليه في الآخرين، وصل وسلم عليه يا مولانا في كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك، وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك نصرا عزيزا، نسألك نصرا عزيزا، نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير، نسألك يا الله، نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات، ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.